ويستنفر فيه العالم شهوده للتصدي له. وأرى أن لقاءنا هذا مناسبة لنؤكد التصور الإسلامي السليم لمثل هذه الأمور، فإن إيماننا بأن هذه الأوبئة مقادير من عند الله لا ينافي السعي إلى معالجتها والبحث عن التدابير الدنيوية من نتائج العقول وتجارب البشرية. فمكافحة الأوبئة هي من جنس مكافحة كل ما يؤذي الإنسان كالسباع الضارية والهوام السامة التي يشترك فيها المؤمنون وغير المؤمنين. فالكفاح من قدر الله كما قال الخليفة الراشد: نفر من قدر الله إلى قدر الله. تعرفون هذه الكلمة قالها عمر في طاعون عمواس لما وصل إلى مكان يسمى سرق علما بالطاعون، فجمع الصحابة للاستشارة في القصة المشهورة. فكان من شملة ما كان من الحوار أن قال أبو عبيدة الجراح عليه رضوان الله: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وضرب المثل بالوادي ذي العدوتين إحداهما شدبة والأخرى خصبة، لو رعيت هذه لكنت رعيتها بقدر الله، ولو رعيت الأخرى كنت رعيتها. فهي كلمة راسخة جميلة. هذا هو المنطق الصحيح في الإسلام. التوكل لا ينافي العمل، التوكل حالة قلبية، فترك العمل هو إساءة للأدب كما يقول أهل التزكية، وهو مخالف للسنة الكونية وللسنة التشريعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تداووا يا عباد الله. هذا ما يجب أن يفهمه الجميع وأن يتصرفوا طبقا له. فأفضل المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان يتعالج ويعالج، فكل جهد للوقاية والعلاج مطلوب ومرغوب، فهي تدابيرها أظهرت نجاعتها التجربة العلمية وتزكيها النصوص الشرعية، وهي مقتضى مقاصد الشريعة وقواعدها. وبناء على هذا فنحن نشير بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومات البلدان وخاصة حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار. وندعو جميع المسلمين للابتهال والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء ليرفع البلاء، ونصح بكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يرفع البلاء ويزيد القوة، وهي المناعة، منها المناعة، كما في قوله تعالى حكاية عن هود على نبينا عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم وتوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ونصحوا بالحسبنة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل من السسوق.